سي عصام بالجنون، مرحبا بك على قناه سبور ناتور. شكون شنو هي الارتسامات ديالك حول المقابله؟ شفنا شويه الاداء كان طايح شويه في بالنسبه للفريق تمارا في الشوط الثاني، ولكن استعد القوه ديالو في الشوط الثاني. وكنظن بان فوز بالنسبه لنا مهم، معنويا مهم، كاس العرش مهم بالنسبه للفريق، لان يعني الفريق عمره ما مشى بعيد في كاس العرش. صراحه بعد الفوز ديال الاسبوع الماضي مع جمعيه المنصوريه، فنبهنا اللاعبين ان نقدر تجينا واحد انشيت في ديبي ديال المباراه. كتعرف اللاعبين فاش كيفوزوا بالمباراه، في المباراه المقبله ما كيكونش الاداء سيرتو في الاول ديال المباراه. هادشي طرانا اليوم، التوقع كان صحيح، الشوط الاول كان ماشي في المستوى بالنسبه لينا، كان 50-50، كنا نسجلوا، كانوا يتسجل علينا من لي كونتر ديال فريق فتح الناظور. اهم شيء هو في الشوط الثاني صراحه كانت ردة الفعل ديال الفريق، نبهنا مجموعه من اللاعبين، هضرنا مع الفريق ما بين الشوط، الحمد لله كانت ردة الفعل في المستوى، سجلنا جوج ديال الاهداف، كانوا تغييرات، كنا نسجلوا صراحه اكثر في اخر المباراه. ولكن اهم شيء هو من بعد الفوز ديالنا في البطوله مع جمعيه المنصوريه اكدنا الفوز اليوم، وان شاء الله تستنانا مباراه صعيبه الاسبوع المقبل. اللي نتمنى للجميع هو شهر كريم، رمضان كريم للجميع اللي يكون في الناظور، والجميع جميع المغاربه كاملين، ونتمنى حظ اوفر للفريق تاع الناظور. بارك الله فيك، شكرا بزاف.